عندي للمقادير بتاعت التوست ده طبعا نقدر نحط فيها اي فاكهه احنا عاوزينها. ممكن ناس تستخدم التفاح والقرفه، وممكن ناس تستخدم الموز والقرفه، وعين الجمل طبعا بيليق معاهم جدا جدا. وممكن نستخدم انواع فاكهه تانية تبقى فريش، بس انا هديها تشويح. بس قبل ما اعمل كده عايزه اشوح التوست نفسه في معلقه زبده فاديله تيست حلو وطعم حلو. خليني بقى ايه نسخن كده الطاسه، ومش عايزه برضو لما احط الزبده تتحرق، انا عايزه احط الزبده تبقى ايه تحتفظ بلونها زي ما هي. اهو هاخد كده التوست، وطبعا يفضل لو عندنا احنا التوست عاملينه في القوالب التوست بتاعتنا اللي هي بتتقفل، قالب التوست التقليدي بتاعنا اللي بناخد منه كام شريحه ويتقفل زي ما هو توست يتحط في الفريزر. لو انتوا هتستخدموا الشرايح الجاهز مفيش مشكله زي ما انا مستخدماه كده. هاخد طبعا دول بيتشالوا، وزي ما قلت لحضراتكم دول بيتقطعوا وبيتعمل بيهم الوصفات زي اللي احنا عملنا بيها دلوقتي بواقي العيش الفينو، او بيتحطوا في الساندوتش ميكر يعني لما بيسيح وبيبقى طري وبيتعمل معاه ميلتد تشيز بيبقى رائع، فانا مش هستخدم ده دلوقتي. انا سخنت الطاسه، خليني اخد كده الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده وهرفعها معلش من على النار. يا سيدي ده كلام كبير جدا، هعمل كده. الله 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 الله، تسلم يا رب. وهاخد التوست هحط كده هنا وهنا، وواحده كمان عشان يعمل ساندويتش، وهقلبه مع الناحيتين. وانا شغاله معايا الفرشه يا دوب المسها في الزبده واعمل في الجناب بس لو انا عايزه. احلى حاجه بقى في التوست ده قبل ما نعمله بدي رشه كده ايه قرفه هنا. عايز اقول لكم بتطعم التوست بشكل غير عادي. وهحط مكعب هنا في النص ونحمصه شويه. اللي عنده التوستر اللي هو الجهاز الصغنن ده اللي بنحط فيه التوست ينشفه هيبقى احلى واسهل بكتير، وهنستغنى ساعتها عن الزبده، بس هي بتدي طعم مع الفواكه اللي احنا هنحطها. تعالوا بقى كده نبدأ ان ايه نقلب التوستاية. بسم الله اهو بصوا تبقى كده، كل شوية هاخد كده وهعمل كده من ناحيتين. انا عايزاها في الاخر يبقى فيها طعم ومش كتير كده. خلينا نقلب دي نشوف اخبارها ايه. حلوه قوي. اوكي، وبعدين هاخد كمان ال لا لا انا قصده طبعا عشان القرفه، هي القرفه اللي عملت. هعمل بقى كده وهاجي هاخد هطلع كده التوستايه. بصوا اهي، وادي واحدة تانية اهي، خليها زي ما هي كده. وهشيل دول هنا للواجهة او للفوق للكفر اللي فوق. وتعالوا بقى في نفس الطاسة هاخد معلقة صغنونة كده من الزبدة صغننة، وهنزل فيها الموز مع رشة قرفة، وبرضو هرفع الطاسة سيبوه زي ما هو كده. هاخد بقى ال موزه لو الموز ده يا جماعه كان عندكم استوى قوي وانتوا عايزين تستخدموه مستوي اعملوه بيوري واعملوه بنفس الوصفه دي وحطوه كريمي ما فيهوش مشكله خالص، وهيبقى حلو وهيستفيدوا على فكره، لان الموزه برضو لما بتستوي بيبقى فيها فايده حلوه جدا. يعني بصوا اهو ادي الموز وهاخد التالتة كم موزاية كده. اللي عايز بقى يحط مع الموز ده تفاح ماشي مفيش مشكلة خالص، يعني حتى لو الموز ده مستوي وانا عايز اعمله بيوري هعمله اهو. هاخد معي بقى تاتش قرفة كده، وخليني ايه ابص بص على بصوا بدأ يتماسك شوية، خليني اهزه. اوكي ده لازم يطلع بقى، ده لازم يطلع. لا
I will try يا مطوع. يا رب سعيدك. أبص أبص بصوا بقى. طاجن جامس جزي ببواقي العيش الفينو. نشوح بقى الحبة دول مع معلقة الزبدة. وتعالوا بقى هنا ندهن شوية من البينا باتر. اللي هي زبدة الفول السوداني. كده. كده. والتوست كده سخن. الله الله الله. مفيدة جدا. الولاد اللي عندهم نسبة كرات الدم البيضاء قليلة شوية. اللي بيبقوا معرضين كتير للأنيميا والحاجات اللي هي انهم يتعبوا بسرعة او يبقى عندهم كده لازم نستخدم بينا باتر. عارفين بقى لو معلقة عسل ابيض مع الموزة اللي هنحطها دي. واو بصوا. وهحط معاها كده. وممكن تتقطع الموزة لوحدها من غير ما اديها تشويحة يبقى كله كده عادي جدا. ممكن اعمل ده في الساندويتش ميكر لو انا حابة. هاجي بقى شوية جوز. الجوز اللي هو العين الجمل يعني. حبة كده تبقى حلوة لما يبقى في حاجة طرية مع حاجة مقرمشة محمصة كده حلوة. وطبعا العين الجمل مفيد جدا. شوف احنا بنكمل الوجبة بتاعتنا. انتوا عرضتوا يا اولاد التوست البتاع اللي احنا عملناه ولا لسه؟ تسلم الايادي والله. فكرة لذوقكم جدا. اهو هجيب بقى طبق تاني كده زي ده وهحطهم. وممكن من فوق لو احنا حابين صوص كراميل هيبقى رائع. ادي الساندوتش اهو توست. وهاجي هنا صوص الكراميل احنا عملناه مع بعض كذا مره. سهل جدا اهو كده. واو هيتبسطوا بيها جدا. وهتبقى من الحاجات اللي ممكن يساعدوا بيها في الفطار قوي. تديهم كده طاقه وانرجي حلوه قوي. ومحتاجينها. ونجمل بقى شويه ايه عين جمل كده.